انزلي لتحت ساعدي المدام. ايه بعدين بتكملي. ليش هيك ناكت تخت؟ على شو عم تدور؟ على الشحاطة. بدي نام شوي. ليك قدامك. ايه شو يعني؟ ما شفتها. ايه شو لقيته؟ على آخر لحظة لقيته، نشف الدم بعروقي. عم تضحكي؟ اضحكي اضحكي. على الأرض جنب التخت. طيب ماشي ماشي باي. لينا عطار تفضلي معي. سامي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. تفضلي ست لينا. وقعين لهون لو سمحتي. رح تكوني كل هالفترة تحت تصرف التحقيق، يعني ما فيك تغادري البلد قبل ما نخلص القضية. هلا صار فيكم تمشوا. يلا بالإذن. سيد كريم. نعم. فهمت إنه أنت وعامر ولينا كنتوا هيك على علاقة قريبة كثير، وفهمت كمان إنه سامي بيكون ابن خالتك؟ صح. يعني كنتوا تقريبا مثل جروب. مظبوط. طب شي مرة ملاحظ إذا ست سلمت على سامي بيتلبك أو؟ لا لا أبداً. نحن بالعائلة طبيعيين رجال وفهمك كفاية. لكن ليش برأيك لما عبطته هيك لينا تلبك؟ صراحة أنا كمان لقيت تصرف مش طبيعي كتير، بس ما بعرف إذا سامي يعني مسرسب شوي على النظافة. بركي خاف تكون لينا لقطة شيء من الحبس بق أو شيء حشر. يمكن هيك. شكرا سيد كريم، ما بدي أخرك أكثر من هيك. يلا بالإذن. انتبهت عليه؟ إيه انتبهت، بس اللي بنعرفه الهيئة أقل بكتير من اللي مخبينه عليه هينا اثنين لينا وسامي. جربنا نضغط عليه قد ما فينا، بركي بتنهار وبتعترف، بس ما فينا نخليها أكثر من هيك بدون أي دليل. خصوصي إنه الموقع اللي خربته منه موقع الجريمة. خذ اقرا. شو هيدا؟ تقرير عن حركة شركة عامر وشوية معلومات شخصية عنه. أنا ما شفت شيء بيلفت النظر إلا إذا أنت عندك غير رأي. الزلمة صفحته بيضة، ما عنده مشاكل مع حدا وما عنده عدوات. شيء بحيي. قوم شهد. قوم تروحنا كلنا لقمة ما اسمك إلا عزابي وما عندك مين يطبخ لك.
البيت قريب من ضيعتنا وبعيد عن كل شيء. بكفي بقى نضل مرعوبين وقاعدين على اعصابنا. طيب ما بتخافي يشوفك حدا من معارفكم او اخوكي مثلا؟ اذا امي بتشوفني هيك ما راح تعرفني. فرح يا فرح، شيلي النظاره بس لحتى اعرفك. ما عرفتك لانه ابدا ما عرفتك. ما اسالك. طيب خلينا لبين ما نستاجره نلتقى باوتيل. حابب شوفك يوم كامل. جنيت؟ يعني نقعد ليله كامله باوتيل؟ شو بدي اقول له لسامي؟ انتبهي توقعي ها؟ شوي شوي. واحد مجنون على فكرة. اوعى بالمية. طيب تعالي امشي تفرجيك البيت. اوكي. شفت شو حلو؟ بعيد عن كل العالم. هني اصحابه اثنين اخوه معنسين وعايشين ببيروت. إذا دفعت لهم شوية مصاري زيادة بتير عقلهم. لقطة. كيف لقيتيها؟ هن نرجس وسوسن أصحاب البيت بيقربونا من بعيد. كنت أجي لهون بالصيفية أنا وصغيرة. قضي كل النهار بجنينة. أنا ونور وولاد عمتي. شفت شو رايق؟ ما في ضجة أبداً. حبيته؟ كتير. كتير حلو. بدك معي؟ بليز. يعني ما رح نعرف إلا إذا بتسمحوا لنا ناخد عينة دم من عند عامر ونقارنها بعينة دم من الطفل اللي كانت حامل فيه فرح. أنا ما بعرف هاد شو إله علاقة بالتحقيق. أنا بعرف. روحي يا حبيبتي على البيت مشان قبلك. لينا انت ما لك علي قبل حاسي ما هيك؟ معقوله ماما عم تشكي فيني لي؟ رحشن رحشن، مين له مصلحه بهالعمل الوسخك؟ مين مين؟ انا صرت برا، وينك؟ هدول برازق من الشام هلا وصلوني. اشتهيتك فيهم. ميرسي. ما رح تظبطيها مشان الاوتيل؟ ما رح تزبط. اول ما قلت له لسامي صار بده يطلع معي وينام فوق ويصالحه لفؤاد. فرح هلا زبطيها لإلك اي حجه. قولي له فؤاد ما بده يصالحك. دبريها انت يعني بمعرفتك. على فكرة دسيت نبضه لفؤاد، قلت انه بركة بتصالحه بس شكلها ما رح تزبط. بتعرفوا راسه تنكة، وصراحة انا خايفة تطلع لعنده وما يستقبلك مزبوط. دخيلك
أنا أساساً ندمان إني فكرت روح لعنده زوره وصالحه وأعمل معه واجب. معك حق. خليني أطلع لحالي هالمرة على قليتها كان إنه انكسر الشر بيناتنا. بعدين جاي الأيام. لا جاي ولا رايحة. الله يسعده ويبعده. على كل الأحوال أنا راح وصلك لهونيك. ليه بدك توصلني؟ خليه يشوفني ويصحصح إذا شربان شيء أو بيتعاطى. سامي هيدا خيي من لحمي ودمي. إيه خيك بس مشكلجي وأزعر. ما في شيء ما بيتعطى، إذا بصح له يشرب بنزين بيشرب بنزين. خلاص أنا بوديك وأنا بجيبك، خليه يشوفني أحسن. ألو. هاي فؤاد. أنا فرح. بليز ما تسكر واسمعني شوي. شو بدي؟ مشتقت لك بدي أجي أشوفك. ما لازم نضل هيك مثل الغربة. نحن أخوة فؤاد. في كتير حكي بدي أقول لك إياه. دخلك جوزك بيعرف إنه عم تحكي معي؟ ما تعطي الهم سامي. ما خصوا بيناتنا. حاجة أشوفك بكرة بالليل. أهلاً وسهلاً. باي. خلاص هيك الباقي سهل. جيت حتى أطمن عليك. اعتذر على موقف البشع اللي حطيتك فيه بالمخفر. بس انت ما شفتي كيف صاروا يطلعوا فينا لما ركضتي وغمرتيني. اليوم اخذوا عينه من عامر قد بدهم يطبقوها مع عينه من الجنين اللي كانت حامل فيه. كأنه غير نقبل اللي عم يصير معنا حتى نقدر نكفي. ليش هيك عملت فيني هنيك؟ هيك حسسني اني علقه او وحده ما بتحترم حالها او وحده ما لها وعيانة على تصرفاتها؟ قلت لك ما كان قصدي. خفت يفكروا في شيء بيناتنا. اي في شيء بيناتنا. في شيء بيناتنا، ما انا وياك واقعين بنفس المصيبه، ما في داعي انك تتلبك او تخاف. نحن ما لنا عاملين شيء غلط. نحن عاملين شيء غلط؟ ما لنا عاملين شيء غلط، مزبوط؟ هي اكيد مزبوط. بس مع هيك لازم ننتبه لتصرفاتنا. والافضل ما حدا يشوفنا مع بعض، لانه بهيك ظرف كل شيء بصير له تفسير تاني. هرتاي؟ تعي شوفي الأستاذ شو بده أنا قررت إنه ما أسمح لهم إنهم يسحبوني على المزبلة اللي كانوا غرقانين فيها هن اثنين. أنت كمان لازم تكون قوي ونساعد بعض لحتى نرجع نوقف على رجلينا. شو هيدا على مخارك؟ ولا شيء. كوكايين؟ من أي متى؟ مو شغلك. لينا ليه عم تعملي بحالك هيك؟ ليه؟ كتير عاجبتك الدنيا يعني؟ كتير عاجبك اللي صاير فينا؟ ولا بالنسبة لك خلص عصافير وأزهار؟
لا مش عاجبني، بس ما بصير نسمح لحالنا نوصل لهون. بالنهايه انت ام. يا ريتني ما كنت ام، كنت قتلت حالي انتحرت وخلصت. سامي مرتك، مرتك غزتني بسكين بقلبي، مرتك خربت حياتي وحياة جوزي وحياة ابني. من الوقت اللي فاتت على هذا البيت كانت ساعة سودة، وقت اللي داست هذا البيت ساعة سودة، كانت ساعة سودة وقت اللي تعرفت فيها عليك وعلى مرتك. أنا شو عملت؟ أنا استقبلتكم بكل حب. شو عملت حتى أتلقى هيك منكم؟ من قلبي، من قلبي بتمنى، من قلبي تتعذب بأبرة نص ربع عن العذاب من اللي عم بتعذب بكل تكي وبكل دقيقة وبكل ثانية. ولا أنت جاي، أنت جاي هلأ ما تفهمني؟ ما أنا وياك بنفس الخبصة. خايف ليش؟ جبان لأنك، وأنا ما بدي جبان يكون عندي هون بالبيت. شو عم تعمل هون؟ روح سامي، روح، ولك روح، روح. أنا رجعت على القضية. هاي برافو، هاي خبرية حلوة. وشو قصة القضية؟ وصلتوا لشيء؟ قضية صعبة، ما عم بتنيمني. أنا كمان ما عم نام بالليل، لازم خلص الثيسس تبع الماسترز قبل آخر الشهر. شو عم يخلص؟ ما رح ترجعي على البيت؟ لك لما حكيتني على التليفون مش اتفقنا إنه ما تجيب لي هالسيرة وعلى الأساس جي تشوفك؟ أسباب خلافنا كانوا إنه أخذت عطلة، هلأ طلعت من العطلة، شو عندك سبب تاني تبقى برات البيت؟ شو؟ رح ترجعي؟ إذا بتحبني عن جد تتركني لحالي، على القليلة هالفترة. ما عم بقدر أعيش من دونك سمر، أوكي؟ منو هين واحد يكون عايش حياة زواج ويرجع يعيش هيك لحاله، منا هينة. جواب غلط. ليك جد، من وقت ما عادنا وانت عم تحكي عن حالك، يعني كل الاسباب بتخصك انت، شو لازمك ولا شو محتاج، هيدا مش حب، هي انانية. انا ما رح ارجع على البيت غير ليتصلح كل شيء، اصلا صار لازم فل. جد طلعت نتيجة التحليل، الولد منه ابنه لعامر باشا. يعني الولد بده يكون ابنه لسامي. بصراحة مستحيل يكون في طرف ثالث، والا بتكون المرة شيطانة كثير كبيرة سيدنا. طيب ليش بده يكذب بهيك شغلة؟ خلينا نطلع امر من النيابه العامه، ناخذ منه عينه ونعمل مطابقه مع الجنين. هيا بلشنا نقرب من الحقيقه. سيدنا انا من الاول عرفان واحد منهم يا متورط يا عم بكذب، او اثنيناتهم عم بكذبوا. طب لي مكتب النيابه العامه. يلا يا قلبي، وقت اللي بدك ترجعي اتصل فيه حتى اجي اخذك. اوكي باي قلبي.
رايح؟ في جماعة جايين من دبي عازمهم على العشاء. كل الرجال ما في نسوان طمني. وبعدين طالع على مشروع جديد اليوم عم نصب. وليش لا تروح بالليل لهونيك وفي مهندس أصلاً؟ خلص العشاء ورجع ما عم شوفك. لأنه يا ست لينا كل شيء لازم يكون تحت عيني. عم نشتغل ببلد جديد. الغلطة بكفرة. في أسئلة تانية؟ لا. باي. إنه قليلي ما عطيتني ولا غرض من غراض أبوك الله يرحمه. كيف؟ ما عطيتك السجاد العجمي؟ سجاد العجمي قال. لو ما عمك سالم يخجلها مخاجلة وحياتك ما بتعطيني هي شقفة السجاد الموجودة قدام بابها اللي بتمسح فيها سكر بنتها. طول بالك فؤاد. هي قلبها طيب بس انت ما بتعرف تتعامل معها. بعدين طلع لك بيت الضيعة. من كيسها طلع لي بيت الضيعة؟ ابوك الله يرحمه كان وعيلها. مشان هيك كتب لي البيت بحياته. وقال له هيك وحياتي كنت نايم بالشارع. مش معقول. انت والماما مثل الحما والكنة. قلبي معبى منها كتير. امك ما كانت تعرف تكون امي وتساويني ابنها. فاروق فؤاد. انا ميت من الناس وانت مش قادر تفتح عيونك. خلينا نفوت ننام وبكرة بنكمل الحديث. أنا مشتقت لك كتير بس عن جد ما بقى في فتح عيوني. طيب روحي نامي أنا رح دخن سيجارة ونام. تصبح على خير. وأنت من ألو؟ ألو. أي هلأ خلصنا عشاء. رح يدخن وفيت ينام. شربي شربي دوا سعلي بركي بينام. صح نسيت أخوك بيأثر فيها القصص. طيب شو بيعرفني بركي بيكون نام لبين ما وصل. أنا بدي شي ساعة تقريبا. ماشي 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 يلا باي باي. شو السيد سامي عم يطمن عليك؟ ايه وبيسلم عليك. ايه فرح انا وصلت. شو يعني للأمانة؟ ايه مو مشكلتي. فرح انا مالي طارق مشوار من بيروت لهون لحتى تقولي لي يمكن ما بقدر. ما بعرف تصرفي. فرح تصرفي. انا ناطرك بالسيارة. ماشي خبريني. ما عم بقدر نام من الصوت. ما نعست؟ بلا نعست ورح نام.
الو. انا اسفه كثير على اللي صار، بس انا كنت هيك معصبه شوي ومالي وعياني على حالي. سامي، فينا نلتقي ونقعد نحكي شوي؟ وين؟ هون عنا بالبيت. ماما صباح أخذت كنان والبنت وطلعوا لبرا على المول، مطولين ليرجعوا. شو؟ رح تجي ولا كمان رح تخاف؟ ماشي. سامي، أنا بدي إياك تساعدني لحتى أقدر بطل كوك. أنا تركته فترة، بس لما صارت الحادثة ضعفت ورجعت. ليش أنا بالذات؟ عمر بيعرف إنك بتعاطي؟ بيعرف. لازم تروح عند حكيم، ضروري تدخلي مصح. ما بقدر، هي فضيحة إلي ولعائلتي ولابني. سامي، أنا بدي إياك تضل جنبي كصديق، لأنه ما حدا رح يقدر يحس بالوجع تبعي غيرك. أنا وحيدة كتير. هاي لينا، كيفك؟ سوري ما تكوني مشغولة بشيء أو عندك حدا. لا أبداً، لحالي. فوت فوت. لا لا، ما بدي أزعجك، بس لقيت حالي قريب، قلت بمرق بطلع عليك وبسألك إذا عايزة شيء، بدك شيء. طيب فوت. لا خلص، بعدين برجع، بتكون الطون طون وبشوفكن على رواق. طيب أوكي، مثل ما بدك. يلا باي. الله معك، باي. هذا كريم وما كان لازم يشوفك عندي بالبيت ونحن لحالنا. شفتي انه معي حق؟ هيدا اللي كنت عم حاول فهمك اياه. نقطع لهالمرحلة ورح نعيش، ما هيك؟ اي رح نقطع. احنا ما غلطنا بشي، نستاهل نكفي حياتنا. انت متأكدة انك رح تبطلي؟ اي متأكدة. شكرا سامي. خلينا نمشي، ما في تأخر. ليه تجوزت لالينا؟ تجوزتها لأنه كان بدي يتجوز.
هي بنت حبابة وبنت ناس كتير كتير محترمين، يعني مناسبة كتير إنه الواحد يعمل معها بيت وعيلة، مو أكتر من هيك. أول كم سنة كنت قادر أنكذب على حالي إني مبسوط وكل شيء تمام، بس شوي شوي صار يقتلني الملل. كنت موت لما حس إني مضطر مثل إنه مالي مالل ومبسوط وحياتي تمام. تعرفي مع إني بحبها، بس بحبها مثل ما بحب أي حدا غالي علي بعيلتي، بحبها كتير. بس لما العلاقة بين الرجال ومرته بتوصل لهالمرحلة هي، أنا طيب تكون خلصت، يكون كل شيء خالص. هي أول مرة بتعمل عليها أنت ومجوز؟ إيه. يمكن لو ما شفتك كنت ضليت عم اكذب على حالي. إنه حياتي منيحة ومبسوط وكل شيء تمام. أنت فتحتي لي عيوني على شغلات أنا ما كان بدي أشوفها. وأنت كمان خليتني أشوف الكذبة الكبيرة اللي عاشتها. فرح، أنا من لما شفتك حسيت إنه في شي ناقص بينك وبينه، ويمكن لولا هالشي ما كنت حاولت. شو اللي ناقص بينك وبينه؟ حب. أول ما جوزته لسامي كان بيعرف إنه ما بحبه. ليش تجوزتي أنت كمان؟ قصة طويلة ما بلي أحكي فيها هلا. حيطلع الضو لازم أمشي بالمفوقة اللي حس علي. حاسس حالي مراهق هريبة وتخباية بأوتيلات وما بعرف شو، بس كلات حلو حلو ما بيشبه شي. معك حق ما بيشبه شي. مبسوطة كتير بس خايفة بنفس الوقت. احنا عم نخاطر كتير. ما تخافي معي، لا تخافي، انا مستحيل اتخلى عنك. انت مثل اختي. نعم سيدنا. وصل تقرير المختبر، الجنين اللي كانت حاملة فيه فرح حبيب هو ابنه لسامي. سامي عم بيكذب. استدعي بكره الصبح على التحقيق. أنا برأيي إنه خلص يطلع على البيت.
وبلا هالروحات والمجيد بقى أريح للكل. يعني استجابتهم مثل ما هي، فقعدتوا هون ما عاد إلها طعمي أبدا. ما بعرف، ما بعرف شو اللي أحسن له. بس تصيري بتختك طمنيني. اوكي. بحبك. انا كمان. Thank you.